تقييم عدلية منطقة الحفة تعود لعملها بعد إعادة تأهيلها وأصلاح ما لحقها من خراب جراء إجرام العصابات الإرهابية المسلحة. والمسؤولون في محافظة اللاذقية يقومون بجولة على كافة الدوائر الخدمية في مدينة الحفة للاطمئنان على الحياة المعيشية فيها. عبر السيدان أحمد شيخ عبد القادر محافظ اللاذقية ومحمد شريتح أمين فرع الحزب خلال زيارتهما الميدانية لمدينة الحفة عن ارتياحهما واطمئنانهما عن واقع الحياة اليومية والمعيشية لأهالي منطقة الحفة، خاصة العمل الإداري في الدوائر الحكومية ومتابعة المواطنين لأعمالهم فيها، مشددين على تأمين وتلبية كل ما يتعلق بوضع المواطنين من خدمات ومستلزمات طبية وإدارية ومعيشية وتسهيلها قدر الإمكان للوصول إلى كل ما يلزمهم وييسر عملهم في هذه الدوائر. أنا أنسي هون بهي المدرسة. إيه. وجينا واستقرينا هون وداومت بالمدرسة كل السنة. رجع قسم منيح من الناس وعم يراجعوا حتى من أول يوم إجينا هون فيه رجعت العالم. إيه والوضع جيد جدا وأمان وما في أي مشكلة نهائيا. أسعى بشكل جاهد إنه كافة المعلومات اللي عندنا تكون على طريق الأتمتة بشكل سريع جدا، كون المواطن بيجي وبيكون له معاملة بكل مجالات بكل دوائر الدولة. واحدة منا العقاري منسرع له عمله بشكل كامل جدا. التقينا بالإخوة المواطنين واستمعنا إلى طلباتهم وقمنا بجولة إلى كافة الدوائر الخدمية والمخبز والمشفى، واطمأننا أن كافة الأمور موجودة والجاهزية كاملة. ومن خلال لقائنا مع إخوتنا المواطنين لاحظنا الارتياح العام لعودة الأمن والأمان إلى بلدتهم، ونسعى جاهدين إلى استكمال عودة كامل أهالي مدينة الحفة إليها. ما شاهدناه يرضي ويسعد كل السوريين. نتمنى إن شاء الله عودة آمنة وكاملة لكامل أهالي وجميع سكان منطقة الحفة بشكل كامل. الجاهزية تفوق 90% على جميع النواحي الخدمية. أستطيع أن أقول أن ليس هناك ما يمنع من عودة أي مواطن إلى مدينة الحفة. هذا هو واقع الحال في مدينة الحفة التي تعد من المناطق السياحية والاصطيافية الجميلة بامتياز، ومقصدا لكل السواح والزوار للساحل السوري. وفي